الغريبة المضحكة. نوبي، أين أنتما؟ ساعداني على جمع الغسيل قبل أن يبتل. هيا يا دورايمون، إنه دورك اليوم يا نوبي. لا تكن كسولا، ألم أحضر لك الكعك البارحة؟ هيا فليساعدني أحد. علي القيام بذلك. دورايمون قادم. ها؟ الهاتف يرن، أحضر البقية يا دورايمون. حاضر. مرحبا، من المتكلم؟ هذا أنت يا عزيزي؟ حسنا سأخبره. تعال يا نوبي، والدك في المحطة وليس معه مظلة، تعال وخذ إليه المظلة. لا داعي للتذمر يا بني، فوالدك في انتظارك. دورايمون. آسف، أنا أساعد والدتك، اذهب إلى المحطة وحدك. يا إلهي، لماذا يطلبون إلى نوبي أن يقوم بالمهمات الصعبة دائما؟ مرحبا يا شيزو، ماذا تفعلين؟ أهلا نوبي، بدأ المطر يهطل فجأة. إذن سأعيرك هذه المظلة. هذا لطف منك، ولكن ألست في حاجة إليها؟ لا عليك، فأنا أملك واحدة أخرى يا شيزو. شكرا لك. نوبي. مرحبا، كيف حالكم؟ نريدك أن تعيرنا المظلة وبسرعة. لا أستطيع، فأنا لا أملك غيرها أبدا. لقد أعطيت شيزو واحدة، فلماذا لا تريد أن تعطيني هذه المظلة؟ شكرا لك. شاركني المظلة أرجوك أيها العملاق. أنا الذي استعرتها من نوبي، ابتعد. قلت لا تفعل أرجوك، ابتعد. لم يصل إليك بعد؟ غريب، فقد خرج منذ زمن. دورايمون، لم يصل نوبي إلى المحطة بعد، هل ذهبت وبحثت عنه؟ حاضر يا أمي، إلى اللقاء. مظلة البحث عن الأشخاص، أخبريني أين نوبي؟ في هذا الاتجاه إذن. دن 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 دن. الأمطار تهطل، أبي ينتظرني في المحطة وأنا الآن لا أملك المظلة، ماذا أفعل؟ نوبي. دورايمون، العملاق أخذ مني المظلة وتركني هنا وحيدة، ساعدني أرجوك أرجوك يا دورايمون. تأخرت كثيرا يا نوبي. آسف يا أبي، لم أقصد أن أتأخر. حسنا لا بأس، ولكنني لا أرى معك المظلة. مظلة؟ أنا أملك واحدة، تفضل. مظلة مزينة؟ مظلة الاحتفال، إنها رائعة حقا. لا أستطيع السير بهذه المظلة. مهل، ما رأيك في هذه؟ تبدو هذه المظلة لطيفة بعض الشيء. مظلة صندوق الموسيقى، إنها مظلة الأطفال الصغار. انظري. أنا لا تناسبني مظلة الموسيقى هذه. حسناً، لم تعجب. ألا تملك مظلة عادية؟ دعني أبحث هنا، ها هي ذي، لقد وجدتها. يبدو أنها مناسبة لي. ماذا حدث لك يا أبي؟ ما هذه المظلة الغريبة؟ ليست غريبة، إنها مظلة التدريب، تعطي الناس قوة كبيرة عند استعمالها. هذا مؤلم جداً، أليس هناك مظلة سهلة الاستعمال؟ سهلة الاستعمال؟ إذن لنرى ماذا لدينا هنا. ألا تزال تملك المزيد؟ أجل، وجدت هذه، مظلة المودة. يا لجمالها، ماذا تفعل؟ إنها تظهر لك أصدقاء جدد. ما هذا؟ مضاعفة الأصدقاء؟ حسناً، سأجربها. مرحباً شيزو. شكرا لأنك أعرتني المظلة، سأعيدها إليك غدا. مهلا يا شيزو، انتظري قليلا، دعيني أشرح لك ما يحدث. افعل شيئا يا دورايمون. ماذا تريدني أن أفعل الآن؟ هل توقفتما عن هذا الجدال؟ هيا هيا بنا نعود إلى المنزل الآن. انتظر لحظة، لدي شيء هنا. مظلة السباق. مظلة السباق؟ هذه المظلة تساعدك على الجري بسرعة حين تستعملها. دعنا ننظر. تبدو مظلة جيدة. أرجوك انتظر.
يا إلهي، لقد ذهب قبل أن أعلمه كيف يقوم بإيقافها. إن مظلة السباق هذه ظريفة حقا. ها أنا ذا على وشك الوصول إلى المنزل، لكنني لم أشعر بالتعب حتى الآن. توقفي أيتها المظلة، إلى أين أنت ذاهبة؟ لقد تجاوزت المنزل، توقفي أرجوك. تأخروا كثيرا، ترى ما الذي حدث معهم؟ ما بال أمي؟ كانت تستطيع أن ترسلني غدا كي أعيد المظلة إلى نوبي. افسحوا لي الطريق. عمي، من الجيد أنني رأيتك، أريد أن أعطيك. آسف، لا أستطيع التوقف. ما الذي حل به؟ أبي، أبي، نوبي. ماذا تريد؟ قل لي ما الذي يحدث. والد نوبي يركض بمظلة السباق ولا يتوقف. المشكلة أنه لن يشعر بالتعب أثناء استعمالها. يركض من غير أن يشعر بالتعب؟ يا له من شعور جميل. أعطني واحدة مثلها وخذوا مظلتكم. لن ترفض طلبي، أليس كذلك؟ حسنا، فهم. تفضل. أنقذونا. والآن اركض من غير أن تتعب. أمر جيد أنني لست متعبا، ولكن متى سأتوقف عن الركض؟ ترى ماذا يمكن أن يحدث لي إن تخلصت منها الآن؟ هذا رائع، توقفت أخيرا. يا إلهي، علي الانتظار حتى يتوقف المطر عن الهطل. العملاق شخص أناني، ستوبخني أمي إن بللت ثيابي. يا أنا محظوظ. أظن أننا اقتربنا منه. أبي، أجبنا. أتسمعني؟ أتسمعنا؟ أبي، هاي، أنا هنا يا أولاد. ها؟ واجهت كثيرا من المشكلات بسبب المظلة. أنا آسف. يا إلهي، لقد ابتعدنا عن المنزل كثيرا حتى إنني لا أعلم أين نحن. لدي فكرة. ستخرج مظلة جديدة؟ نعم، مظلة الوطواط. أرجوك، لا أريد مظلة. هذه المظلة تدلك على الطريق، لا تقلق، فهي ستتوقف في المكان المطلوب. ولا داعي للسير أيضا، فهي ستحملك. هيا جربها يا أبي. حسنا، إنها بداية موفقة. أخبرها عن المكان المطلوب. هيا خذيني إلى المنزل. مهلا، انتظري. إلى اللقاء. ما رأيك، أليست رائعة؟ انزلوني أرجوكم، انزلوني. يبدو أنه ليس سعيدا بها. هذا صحيح. لنتبع. أنقذوني. أنقذوني. هاي، النجدة. أنا قادم يا أبي. هل أنت بخير؟ هل أبدو لك بخير؟ هيا أنزلوني من هنا. أين مظلة الوطواط؟ لا أعلم، أظنها طارت في ذلك الاتجاه. كي تنزل من هذا المكان عليك استعمال هذا. مظلة أخرى؟ ليس باليد حيلة. ألا تريد أن تنزل؟ نعم أريد ذلك يا بني. كان الأمر سهلا صحيح؟ أجل، شكرا لك. أي مظلة سنستعمل الآن؟ لا داعي لذلك. لم نتمكن من مساعدتك. هذا صحيح. صحيح أنني وقعت في مشكلات كثيرة، ولكن بذلتم ما في وسعكما. انتظر يا أبي، هناك مظلة عادية، المظلة التي أعادها العملاق. هذا صحيح، إنها معي. لا لا، أرجوكما، لم أعد في حاجة إلى أي شيء الآن. هذه مظلتي يا أبي، إنها مظلة عادية. لقد قطعنا كل هذه المسافة كي نعطيك المظلة. وقد واجهت مشكلات كبيرة حتى وصلت إليك، خذها يا أبي أرجوك.
انتظرا. انا اسف جدا.